الهدف الأساسي من هذا البروتوكول هو تحسين حياة المصريين الذين يعيشون بسرطان الكبد، وهذا البروتوكول هو نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص، وهي بالطبع الهدف الأساسي لهذا البروتوكول هو زيادة الوعي بشأن سرطان الكبد في مصر والعمل من أجل أهداف تانية، وهي الكشف المبكر عن السرطان، إدخال أحدث العلاجات في هذا المجال، وتعتبر شركة أسترازينيكا من الشركات الرائدة في هذه العلاجات، بالإضافة إلى الإسهام الإيجابي في مبادرة 100 مليون صحة. في البداية خليني أثني على مجهود الدولة المصرية في القضاء على الفيروس سي، على الهيباتيتس سي. بصراحة النجاح اللي حصل ده نجاح غير مسبوق. يمكن نتذكر ان احنا قبل 10 سنوات من دلوقتي كانت مصر تعتبر من اعلى معدلات الوفيات في الهيباتيتس سي او التهاب الكبد الوبائي. بمجهود الدوله المصريه ووزاره الصحه والسكان وطبعا مبادره 100 مليون صحه والقياده السياسيه، قدرنا ان احنا نوصل للمستوى الذهبي لان مصر تبقى اوردت او ان تاخد المستوى الذهبي من منظمه الصحه العالميه للقضاء على فيروس سي. فده طبعا نجاح غير مسبوق، وهنا دورنا النهارده ان احنا نكمل الرحله مع المريض المصري. عشان كده احنا النهارده بنطلق شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة المصرية.